حذرت هيئة تنظيم سوق العمل المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي وكالات أو مكاتب أو وسطاء غير قانونيين أو غير مرخصة من قبل الهيئة. نعم، ويأتي هذا حفاظا على حقوقهم وتجنبا لأي تداعيات قانونية أو اجتماعية أو صحية. وقالت هيئة تنظيم سوق العمل إن قطاع العمالة المنزلية يعد أحد القطاعات التي توليها الهيئة اهتماما خاصا، لا سيما وأنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع والأسر، مشيرة إلى أنها وضعت العديد من الضوابط التي تسهم في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأسر وحفظ حقوق الأطراف كافة، والتي من شأنها الإسهام في الحد من حالات ترك العمل وتنظيم العلاقة بين الأطراف.